السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تخوازيام كوليج في الحصه رقم 4 من الدرس ديال الفيكتور اي ترانسلاسيون. اليوم غنخدموا اخوتي على غولاسيون دو شارل، وغنخدموا على واحد ليكزيرسيس ديال ديمونستراسيون ديال البرهانه اللي كيتحط دائما في الامتحان. نذكركم بالحصه الاولى والثانيه والثالثه اللي مازال ما شوش اي مشكل عندكم في الدرس شرحناه بالنسبه للرسم، بالنسبه للبرهانه الميثود ديالها. اليوم عندنا الاضافه في البرهانه ونزيدو نثبتوا البرهانه ومع علاقه ديال الشال. قبل ما ننطلقوا اخوتي نذكركم بالعرض رقم 1 مغرب، عرض بسم الله في ماده الرياضيات مع البروف الوردي، باش تدخلوا المجموعه ديال الواتساب يكون عندكم حصص مع الاستاذ، تاخذوا لي سيرفيس لي بي دي اف الدروس ديالكم مع التصحيح ديالهم مع الاستاذ، ثم يكون عندكم جوج الحصص بطبيعه الحال. ما ننساش التواصل مع الاستاذ طيله الاسبوع باستثناء يوم الاحد، ثم تستافدوا من الخاصيه ديال البريباراسيون الامتحانات لي كونترول ديالكم، بجانب ميزات اخرى بحال جوجل ميت. واكثر من هادشي كامل كاينه مسابقه سميتها توب ديسير، غتخدم الماط وغتقصي معنا الديسير. وعلى ذكر الديسير، هذا الفيديو هذا بغيت نعطي واحد التشجيع للتلميذه مروه ثالثة اعدادي من مدينة الدار البيضاء، واللي اليوم واحد التمرين غنخدمو كان صيفطاتو ليا وصحيتو معاه واختاريت باش نخدمو معاكم الشباب، وهي اول تلميذة اللي ربحات لافوكا في المسابقة ديال توب ديسير. اول تلميذة في المغرب كتربح لافوكا في المسابقة ديال توب ديسير. اتقولي شنو هي لافوكا وشنو هي هادشي كامل؟ الا قدر الله عز وجل دخلتي معنا العرض بسم الله غتعرف التفاصيل ديال المسابقة ديال توب ديسير وهادشي كامل. على بركة شباب، قبل ما ننطلقوا خصني نعطيكم واحد الشرح ديال واحد اللعيبه ضروري خصنا تكون عندكم. دونك الا كان عندي اخوتي واحد الباراللوغرام ا بي سي دي، قبل ما نمشيو نخدموا التمرين اوتوماتيكمون الشباب حنا ديجا كنعرفوا بان ا بي لو فيكتور ا بي ايتغال لو فيكتور دي سي، هذه غتنفعنا في البرهانه الله يرضي عليكم. شنو كنستنتج مباشره؟ انا دي راكم عارفينها، كنستنتج بان ا بي ترتيب الحروف ا بي شنو موراه؟ ماشي دي سي، صافي ا بي سي دي باراللوغرام. ان فوا يكون عندي دو فيكتور ايغو سي تان بروغرام، عقل عليها صافي، هذه باينه درتيها في الثامنه، دو فيكتور ايغو دون سي تان بروغرام. ثانيه شباب هي اللي بغيت نقول لكم دابا، الا كان عندي مثلا لو فيكتور ا او ايتيغال ا بي، انا غنديروا مثال هنا باش تفهموا مزيان، بلس ا سي. ملي غيكون عندكم الشباب الله يرضي عليكم واحد الفيكتور ايتيغال لا سوم ديال دو فيكتور، فخبارك بان هاد النقط اللي كاينين هنا الى لصقناهم غيعطيني باراللوغرام. وحنا غنرسموا هاد العلاقه غنرسموها هنايا، وراه وريتك الحصه اللي فاتت اللي عندك مشكل في الرسم كيفاش كنرسموا فيكتور اون فونكسيون لا سوم ديال دو فيكتور، وريتها لك الحصه اللي فاتت ارجع ليها سير ليها. غنرسموا غتلقاو بان الشباب غادي نحصلوا على باراللوغرام. باش ما نزربش عليك اجي نرسموها وغتشوف بعينك بان غيعطينا باراللوغرام. صافي، اذا لو فيكتور ا او ايتيغال ا بي بلس ا سي، دونك كيف ما شرحنا عندي دو ماشين غنضرب على وحده ونخلي وحده، هادشي اللي كنقول ديال الحصه اللي فاتت سير شوفها عاد اجي. ا بي غتعطي اوردر لمن؟ غتعطي اوردر لا، تقول له سيري في لو سونس ديالها. دونك لو فيكتور ا بي غادا بحال هكا غتحرك ليا ا هي خارجه 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 من دارهم غتوصل لحد هنايا. صافي، دونك لو فيكتور ا بي حركت ليا ا بي غادا هكا، اذا ها هي خارجه 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 وصلت لحد هنا. ما غنجيش نكتب هنا او لا لا، غنجي لو دوزيام ماشين. شنو هو لو دوزيام ماشين؟ هي ا سي. دونك لو فيكتور ا سي راه هي هادي. شنو غادي دير ليا لو فيكتور ا سي؟ غادي تعطي دابا اوردر لمن؟ غتعطي اوردر لهاد البوان هادي اللي هي في الاصل زعما ا. شنو غتقولها؟ تقولها سيري في لو سونس ديالي. اذا مادام ا سي هابطه بحال هكا، اذا حتى هاد البوان هادي غادي تهبط بحال هكا. بطبيعه الحال راه وريتكم الطريقه الشباب بان غيخصنا الكومبا واللعيبات، يعني ماشي غير انت غتجي وتهبطها، متفقين؟ دونك بسرعه. دونك دائما اول حاجه الله يرضي عليكم التلاميذ اللي مازال عندهم مشكل في الرسم كنعبر لا ماشين هي الاولى، من بعد غنمشي لهاد لو بوان هادي بي، متفقين؟ وغادي ندير لارك والقوس، راه ماشي غنمشي انا نديرو الفوق عند الجيره ولا لتحت، انا راه كنتوقع البلاصه فين غادي تكون ديك النقطه، راه غتكون غا هنايا، غتكون غا هنايا. من بعد ما عبرت لا ماشين الشباب غادي نمشي نعبر دابا شنو؟ غنمشي نعبر هاد الفيكتور هادي هادي ا بي فوالا، وغنجي لهاد لو بوان هادي سي، وغندير القوس الثاني. غنلاحظوا الشباب بان هادوك جوج ديال الاقواس يعني كيتقاطعوا، دونك نقطه ديال التقاطع عفوا نمشي مباشره نعلمها، متفقين؟ هي هادي. نهز دابا المسطره ديالي اخوتي يالي ونلصق دابا ها هي لو بوان بي اللي حركتها، لو بوان هادي اللي بالحمر عقلتي حركتها وصلت لحد هنايا فوالا. اذا دابا عاد وصلت لو بوان، صافي انا هنا راه ما تنشرحش الرسم،
راسها ما درت له حصه فيها 30 دقيقه ولدي في الحصه رقم 3 والله جاتك باخر. دابا شنو كيبان لكم الشباب؟ واش حصلنا على باراليلوغرام ولا لا؟ ا بي او سي، متوازي الاضلاع ولا ماشي متوازي الاضلاع؟ وراه هادشي اللي قلت لك. علاش خرج متوازي الاضلاع؟ هاد ا او هي الدياغونال، هاد لو فيكتور ا او لاحظتي هي الدياغونال القطر. فيما تكون عندك واحد الفيكتور هي الدياغونال، عرف بان دوك الحروف اللي كاين هنا غيعطيوك باراليلوغرام، عرفها نيشان. وشنو السميه ديالو؟ غادي تبدا ب ا هي الاولى، ولكن ما غتقولش او او يا دياغونال، غتمشي لبي مزيان وعاد غتقول او. متفقين؟ ا بي او سي باراليلوغرام. الا دخلتي في هذه اللعيبه هذه سير شوف الشكل، انت بعد ما ترسم شنو غتقول؟ غتقول اه شو السميه هذا الرباعي؟ ا بي او سي، انت كيف سميتو؟ ممكن تقول ا سي او بي، راك عارف، ممكن تقول سي او بي، اللي بغيتي، الحرف اللي بديتي به، ولكن خاصك تمشي في الدائره. متفقين؟ اذا شنو بغيتي يا استاذ توصل لنا من هذا الشيء كامل؟ دابا باش نقفلوا هذه الفقره، بغيت نوصل لك الى عندك دو فيكتور ايغو باراليلوغرام غتنفعنا في البرهانه، ولا عندك فيكتور ايتيغال لاسون ديال دو فيكتور ا كونديسيون داك الفيكتور هذه تكون هي الدياغونال، سي تان باراغرام. سد هذه الفقره، نمشيو دابا نخدموا التمارين. باش نربحوا الوقت التمرين هو قدامي وغيطلع لكم نتوما دابا قدامكم، حاولوا تسكرينيو عندكم، يمكن لكم تقفلوا الفيديو وتخدموا تشوفوا صح، كنتو مازال ما فاهمينش تبعوا معايا سير بلاس. اذا كيف ما كنشوفوا الشباب ليكزيرسيس ا بي سي دي اي تان باراغرام انا رسمته لكم باش نربحوا الوقت. دونك اول سؤال، كونستروير لو بوين او ليماج دو بي بار لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا اون سي. دونك ديجا وريتكم في الحصه اللي قبل والحصه اللي قبل لا ترانسلاسيون كيفاش كنحول الجمله لعلاقه، وكنت عطيتكم واحد الشيما مهم بزاف. لا فراز، لا فراز معناتها هي الجمله، بحال دابا هذه جمله كونستروير كذا كذا ليماج، هذه جمله اش كندير؟ كنحولها لغولاسيون. علاش استاذ كنحولها لغولاسيون؟ هادشي راه شرحت لكم من قبل، كنحولها لغولاسيون من اجل دو شوز، دو زوبجيكتيف، جوج حويجات. الحاجه الاولى باش نرسم بور كونستروير، والحاجه الثانيه بور ديمونطري. شوف هاد الشيما هادي راه هي اللوب ديال الدرس الشباب، فراز غولاسيون بور كونستروير بور ديمونطري. وممكن نرجعوا باللور، الا كانت عندي غولاسيون ممكن جيستيفي بها لا فراز، عقل هاد البلانات مزيان. واخا استاذ اذا دابا خليني يا استاذ قلتي لي فراز نحول الغولاسيون باش نرسم، هما قالوا لي ارسم، يلا اجي نحولوا هاد لا فراز لغولاسيون. وكيفاش كنحول غولاسيون؟ شحال الحصه اللي فاتت او ليماج دو بي، انا عندك هاد اللعيبه هادي زوينه. شوف او ليماج دو بي درتوها في تاعنا باغ لا ترانسلاسيون، او ليماج دو بي باغ لا ترانسلاسيون دو فيكتور كي ترانسفورم ا اون سي، سيتادير لو فيكتور ا سي. برافو عليك. يلا حول دابا العلاقه، غتكتب ا سي هي الاولى معلم، وعاد تكتب بي او، صافي هادي هي العلاقه. ودابا بطبيعه الحال ملي حولتيها العلاقه راه ما يمكنش تقول لي ما غنعرفش نرسم، الا لك شي مشيت الحصه السابقه راه بطبيعه الحال ما غتعرفش. يلا لو فيكتور ا سي ايتيغال بي او، اذا فين هي لا ماشين؟ لا ماشين اللي مرسومه بطبيعه الحال هي ا سي، دونك ها هي لو فيكتور ا سي هي هادي. فوالا، دونك هاد لو فيكتور ا سي اخوتي غادي تعطيو تعطي اوردر لمن؟ غتعطي اوردر لو بوان بي، دونك غتقول بي سيري في لو سونس ديالي، دونك ها هي بي، صافي غتمشي في لو سونس ديالها. اذا غنحتاجو الكومبا، اذا كنمشي اول حاجة كنعبر لا ماشين ديالي بحال هكا، صافي كنجي لو بوان بي هكا. هادو راه هما الاسئلة ديال الامتحان الشباب الله يرضي عليكم، هادشي خصو يتضبط مزيان، تابعنا امتحان جاوي. من بعد غادي نمشي نعبر هاد لو فيكتور ا بي صافي، وغنمشي لو بوان سي وندير القوس الثاني، ما عبرتش مزيان غنعاود فوالا، نجي هنا دابا وندير القوس الثاني. دونك انا عندي البركار مع السبوره كيتمسح شويه، دونك ها هي نقطة التقاطع، ونعاود نكتب هادشي باش يبان لكم. دونك اخوتي هنا غتجيني لو بوان او، صافي لو بوان او هي هادي. ودائما غنساليها الشباب نمشي نبين، لان كاين دابا التلاميذ كيرسم ولكن ما تيديرش الرباعي، كنصحكم تساليو ولصقوا النقاط. علاش؟ باش تعرف راسك اش كدير. راه دابا انت غا بعينيك غيبان لك بان راه خرج لك باراليلوغرام، يعني ملي غايجيو دابا مثلا يقول لك مثلا مونطري هذا باراليلوغرام على الاقل تكون شتيه. متفقين؟ اذا الشباب هذا هو السؤال الاول، دونك ها هو رسمتي ما خصكش تضيعوه ولدي، سؤال ديال الرسم راه قلت لك غيتحط لك غيتحط لك. السؤال اللي من بعد السؤال ديال مونطري، مونطري كو لو بوان سي اي لو ميليو دو دي او. عاوتاني الشباب فخاز غنحولها لغولاسيون، احنا ما تنقراش اللغه العربيه الماط هذا، قال لي بين ان النقطه سي ميليو ديال دي او، خصني نحولها لعلاقه، وريت كيفاش دير العلاقه. دونك نعاود نذكرك، عندي واحد القطعه سميتها دي او،
هاد القطعه اللي سميتها دي او دي اش هي مرسومه؟ علاش نعاود نرسمها لك؟ هاي سي كاينه هنا ودي كاينه هنا وانا باش تكون الشباب السيميليو ديال دي او شنو خص تكون؟ هذا راه بحال السؤال اللي خدمنا في الحصه السابقه، خص تكون هاد المسافه هادي كتساوي هاد المسافه، ولكن حنا ما غنهضروش على المسافه، غنهضروا على الفيكتور. يعني شنو خصني نبين دابا؟ دابا السؤال دابا في خبارك بان داك السؤال راه ماشي سؤال حقيقي، سؤال جوج. ها هو السؤال الحقيقي، هو تمونطري الا مونطريتي بان الفيكتور، تمونطري بان الفيكتور دي سي ايتيغالا لو فيكتور سي او سيتادير سي ميليو، كاين ولا ما كايناش؟ فوالا، الا بينتي هاد العلاقه كتعني ان السي كاينه في الميليو. فوالا، وكي غندير اولدي يا بنتي نبين هاد العلاقه، شرحت لك التيوريم دو بيغ في ديك الحصه، شرحت لك تقلب لهم على فيكتور كوما، هادشي كامل شرحته لك، يلاه على بركه الله. دونك دي سي هادشي الوسخ، ديما وريتك التقنيه، تمشي للوريقه ديال الوسخ، ها هو الوسخ. غادي تمشي تكتب داكشي اللي انت باغي تبين، انت باغي اولدي تبين هادي، راه ما كاين ما بسط من هاد الشرح. عاد نقول لك بغيتي تبين اولدي هاد الشيء، سير قلب اليوم على فيكتور كتساويهم بجوج، الا بغيتي تبين هادوم متساويين قلب على واحد فيكتور كتساويهم هما بجوج. يلاه شوف معايا الشكل باين، دي سي اش كتساوي؟ كتساوي ابي. شي واحد تيقول لك باش عرفتيها، باش عرفتيها خليها انا نهضروا عليها، هي ساهله حيت هذا بارلوغرام، حيت ا بي سي دي بارلوغرام، مادام بارلوغرام يعني هادي كتساوي، ها انت اسمع هادي كتساوي هادي، ها انت نضيتي معاها، دابا يا ربي يا ربي تكون سي او حتى هي كتساوي ا بي، دابا منطقيا خصها ضروري تكون باش يكونوا هادو بجوجهم كيساويو ا بي، وبالتالي هما كي دايرين نساو. هادي هي التيوريم باش تبين دو فيكتور ايغو قلب على فيكتور كتساويهم بجوج، باش تبين عبد الصمد خو يوسف قلب على خوهم، الا لقيتي عبد الصمد خو عبد الرحيم ويوسف خو عبد الرحيم، اذا راه عبد الصمد ويوسف راه خوت، راه باينه غير بالمنطق، كاين ولا ما كاينش؟ اذا رجع معايا للمثال، اذا استاذ هذه كتساوي هذه فهمت حيت باغرام، ولكن كيفاش السي او كتساوي ا بي؟ اه نقول لك ساهله حيت هذا باغرام، حتى هذا باغرام ا بي او سي، ولكن انا عارفك اش غتقول لي، وتقول لي استاذ باش عرفتي يا باغرام واش هما عطاوني هذا باغرام؟ قالوا لي لا ما قالوهاش لك بشكل مباشر، قالوا لك بشكل غير مباشر. كيفاش قالوا لك؟ نسيتي، قالوا لك او ليماج دو بي، عقلتي باغ لا ترانسلاسيون ا سي، يعني ان الفيكتور ا سي كتساوي بي او، انت كتبتي هنا ولا كانت هاد الفيكتور كتساوي هاد الفيكتور، يعني شنو؟ يعني ان ا بي او سي باروغرام، انا كتبها لك هاي هذا الوسخ ا بي او سي باروغرام، ايوا صافي، اذا هذا كيساوي هذا وهذا كيساوي هذا، وفي الاخر هذوك متساويين، وبالتالي غنكونوا نجحنا، وبالتالي السي ميليو. وهذه هي البرهانه. وانا دابا انا تنشرح لك، كنعطيك التكنيك كيفاش ترسم لا فراز غولاسيون، كنعطيك كيفاش تمونطري بالنسبه للغولاسيون كيفاش تحولها البرهانه، كان عندك التكنيك قلب على بوه مقلب على فيكتور ولا ما بغيتيش تخدمها اولدي. يلا رجع، اذا كيفاش غنبين هذه كتساوي هذه؟ اذا هاني كتبت الاجوبه في الوسخ، هذا الشيء اللي درته في الوسخ هو اللي غنقله. شنو غنقول؟ لدينا هذه كتساوي هذه، بحال هكا خصني نخدم دي سي ايتيغالا ا بي، وهذه غتسميها رقم واحد صافي، ولكن ما غايتيقش بك الاستاذ يقول لك فين هي الجوستيفيكاسيون، تقول له كار ا بي سي دي ايتان باراغرام، باراغرام كنديرو هاشتاغ اختصارا، انت كتب ايتان باراليلوغرام، ها رقم واحد، رجعوا للسطر، اي هذا كيساوي هذا، هاكاك سي او ايتيغالا ا بي، ما غايتيقش بك الاستاذ، يقول لك باش عرفتي هذي كتساوي؟ غاتقول له بويسكو عندي E l'image de B par la translation AC, puisque E l'image de B par la translation bil izaha par la translation de vecteur AC. Yak c'est-à-dire ce qui est là ça c'est-à-dire هذا باراغرام كون هذا c'est-à-dire ABEC est un parallélogramme. ايوا صافي، هادي رقم واحد وهادي رقم، دابا شوف جيستيفيتي رقم جوج مزيان، يعني قلتي له بان هاد الفيكتور، هاد الفيكتور كتساوي هاد الفيكتور، علاش؟ حيت بويسكو او ليماج دو بي باغتونس دو فيكتور ا سي سيتادير باغلوغرام، تقدر تقول حيتك بويسكو نقول حيت باغلوغرام، دابا الا قلتي باغلوغرام يقول لك واش انا قلت لك في التمرين، شوف التمرين واش قال لك باغلوغرام؟ ما قالكش، ولكن قال لك بطريقه غير مباشره، قال لك هادي ليماج هادي باغتونس، وهادي ليماج باغتونس شنو كتعني؟ كتعني ان هاد الفيكتور بي او كتساوي ا سي، وبالتالي باغلوغرام اصاحبي، مادام الفيكتور بي او كتساوي ا سي، اذا باغلوغرام، واش متفقين؟ اذا غنرجعوا دابا للسطر غادي نقولوا دو ان دو ان اي دو الوغ شنو غنستنتج؟ دي سي كتساوي سي او، كاين ولا ما كايناش؟ دي سي ايتيغالا سي او، اي اون ديد وي، في الاخر شنو غادي نستنتجو؟ اون ديد وي كو
نجحنا بين هذا كتساوي هذه كتساوي هذه اون ديدوي كو سي ميليو ديالاش دو دي او. الا باقي عندك مشكل ممكن ترجع الحصه 3 راه عاد شرحتها لك بالتفصيل وعاوتاني دابا بالتفصيل. مشيو الشباب السؤال المهم غنمسح السبوره ونمشيو السؤال المهم. شوف دابا السؤال الموالي سؤال رقم 3 قال كونستخويغ لو بوين ام تيل كو ا سي بلس ا دي ايت ايغالا ام. دونك سؤال باين اذا نكتب لكم العلاقه هنا قدامكم دونك ا سي بلس ا دي ايت ايغالا ام. دونك حنا مطلوب منا نرسمو اخوتي لو بوين ام. اذا عندي دو ماشين كيف راكم عارفين نضرب على وحده ونخلي وحده اذا ا دي غتعطي اوردر لو بوين ا غتقول لها سيري في لو سونس ديالي. دونك ا دي ها هي ها هي ا دي غتقول ا سيري في لو سونس ديالها هي ا طاب 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 غتوصل حد هنايا صافي. من بعد غادي تجي لو دوزيام فيكتور ا سي غادي تقول لهاد البوان سيري تانتي في لو سونس ديالها. دونك ا سي غادا بحال هكا معنيت اخوتي هاد لو بوان هادي غتسمع الهضره غتسمع الهضره غتسمع الهضره وغادي تجي هي بحال هكا. بطبيعه الحال انت راه ماشي غادي تجي وتهبطها بصبعك راه غادير الكومبا وريت كيفاش دير بالكومبا. لذلك اخوتي انا غادي نحاول باش نسرع شويه باش الفيديو ما يجيش طويل بزاف متفقين. وبالتالي اخوتي هنا عاد غتكون لو بوان ام. باقي عندك مشكل في الرسم رجع الحصص للسابقين كاملين الشباب. اذا تقريبيا باش يكونوا اخوتي هادو باراليل تقريبا غتجيني هنايا فوالا هبطوا خويا هادي صافي. اذا اخوتي ها هي لو بوان ام. دابا السؤال اللي كيطرح نفسه السؤال اللي حير العلماء هذا الرباعي هذا اللي غنلونوا لك دابا بالكحل كي غيكون هذا 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 ا سي ام تي. ها 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 باغالوغان شي واحد تقول لي باش عرفتيها شرحتها لك قبيله. شنو قلت لك في الاول الحصه؟ قلت لك فيكتور ايتيغال لا سون ديال دو فيكتور سي دان باروغرام مزيان. والدليل شنو هو؟ هو داك الفيكتور تكون دياغونال ا ام. شوش هي دياغونال؟ ها هي ا ام ها هي شوش ا دياغون. اذا هذا سي تان باروغرام. واخا استاذ اش غندير انا بهادي؟ انا غا قلتها لك عقل عليها. اجي نشوف السؤال الاخر. ديتيرميني ليماج دو دي باغ لا ترونسلاسيون دو فيكتور ا سي. قال لك عطيني الصوره ديال دي ليماج ديال دي باغ لا ترونسلاسيون دو فيكتور ا سي. ها هي لو فيكتور ا سي. ها هي لو فيكتور ا سي راه هي هادي هيا. شنو هي ليماج ديال دي؟ باينه هي ام. هي ام. دابا هنا خوتي باش نبين انا لا فراز خصني نبين الغولاسيون. ركز معايا دابا هو قال لك عطيني ليماج ديال دي. دابا دي غنكتبها هنايا ليماج ديال دي باغ لا ترونسلاسيون. باغ لا ترونسلاسيون شنو هي؟ ا سي. انا نكتبها هنايا. دابا انت خصك تكتب لي شي حرف هنا ولكن ا كونديسيون بشرط تكون هاد الفيكتور ا سي كتساوي كتساوي دي وشي حرف هنايا. معنيتها الحرف اللي غتكتبو هنا خاص يكون مكتوب هنا باش جيني فيكتور كتساوي فيكتور. بكل بساطة عطيني 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 ا سي الفيكتور اللي كتساويها. الفيكتور اللي كتساوي وتبدا بالدي. ها هي ا سي. هي دي ا سي. فين هي الفيكتور اللي كتساوي وتبدا بالدي؟ ها هي الدي. شنو تقول دي سي؟ تقول دي بي؟ شنو لا علاقة؟ دي ام باينة. ولكن يا استاذ تقول لي واخا انا درت هذا الجواب انا درت ام ولكن استاذ هاد العلاقه هادي شكون اللي قال لي ان ا سي كتساوي دي ام؟ واش هما قالوا لي باروغرام؟ انت معلم كي مطرح شي سؤال انت ناضي. هما ما قالوكش باروغرام قالوك بطريقه واحده اخرى. شنو قالوا لك؟ يا قالوا لك هاد العلاقه ديال ا ام. وشوف دابا الجواب اون اون ا ام ايتيغالا ا سي بلس ا دي. ياك عطاوك هاد العلاقه هادي اش كيعني هادي؟ اش قلتها لك قبيله في الاول الحصه؟ يعني ان هذا باغالوغ الحروف الحروف لصقوا ا سي قسم ا سي وعاد كترجع الام ا سي ام دي ايتان باغالوغرام. وبالتالي كوم هو ايتان باغالوغرام شنو غتستنتج؟ غتستنتج الوغ بان هذا الفيكتور ا سي ايتيغالا لو فيكتور دي ام. يعني غتقول هذه اللي كنت كنهضر لك انا عليها عندك الحق تقول حيت هو باغالوغرام. وبالتالي دو غنكمل اخوتي هنا حيد هادشي كامل كنهار واسخ. دو مادام بينتي هاد العلاقه يعني ان هاد لو بوان ام هادي دو ام ليماج دو دي باغ لا ترونسلاسيون دو فيكتور ا سي. انا كتبت لكم اشبه بحال هكا يمكن لكم تكتبوا جمله تكتبوا ام ليماج دو دي باغ ترونسلاسيون ا سي. تما لي ناضي نتمنى ان الشرح يكون مبسط نتمنى انكم تفهموا وتخدموا لي تكنيك. ما تيهمنيش الاجوبه كيهمني واش خديتي المهاره كيفاش تحلل السؤال كيفاش ننتقل من الجمله للعلاقه كيفاش نبرهن كيفاش ندير الشيما ديالي تاخلو الغولاسيون دو شحال. ندوزو
غولاسيون دو شارل. دونك علاقه ديال شارل الشباب درتوها في الدوزيام اني وكنشرحتها لكم بطريقه مبسطه. اللي باقي عنده مشكل في لا باز ديالها يرجع الفيديوهات ديال الدوزيام اني. ولكن نعاود ندير لك واحد التذكير ولكن ما يكونش معمق بزاف صافي. راه اي درس قريتيه في 7 8 تيبقى الشباب تابعكم. دونك علاقه شارل بكل بساطه شنو كتكون؟ شنو كتقول؟ غنقول دابا الدراري فاش تيغلطوا في علاقه شارل لي بياج ديالها. مي هي علاقه شارل بسيطه، كلشي عارف. مثلا عندي فيكتور سميتها ا بي، زدت عليها فيكتور سميتها مثلا بي سي، كلشي عارف. يجي يقول لك استاذ ساهله غنحيد بي مع بي، كلشي عارفها. ما كاينش شي واحد في المغرب ما عارفش هاد العيبات. اي حيد بي مع بي شنو غتبقى لك؟ غتبقى لك ا سي. دابا هادشي ساهل، الحرف اللي كيسالي به الفيكتور الاولى كتحيدوه مع الحرف اللي كيبدا به الاولى الا كانوا بحال بحال. الحرف اللي كيبدا به الفيكتور الثاني خصهم يكونوا بحال بحال. دابا شنو هما لي بياج اللي كيطراو الدراري؟ اول خطا تيطرا للدراري مثلا كتكون عنده مثلا فيكتور سميتها ا ام، ومثلا عنده فيكتور مثلا سميتها ا سي. اش كيجي يدير هو؟ كيحيد ا مع ا وتيكتب لك ام سي، وهذا غلط. علاش؟ حيت هاد ا راه كتبدا بها وهادي كتبدا بها، غلط. باش تحيد خاص الحرف اللي كتسالي به الاولى هي اللي كتبدا به الثانيه. لاحظ هادي كتسالي ببي وهادي كتبدا ببي، حيد. مي هادي راه كتسالي بام وهادي كتبدا با، ما يمكنلكش تقول لي ولكن راه بحال بحال ا. يلا يهديك، هادي راه كتبدا وهادي راه كتبدا، خاص وحده تسالي وحده تبدا. انا نسالي وانت تبدا، نحيدوها، متفقين؟ واخا شي مثال وصل واحد اخر بحال مثلا عندي بي سي، مثلا كاين اللي كيشوف مثلا عنده بي سي زائد مثلا مثلا بلوس مثلا كاسي مثلا. وكاين اللي كيجي هنا عاوتاني كيجي فرحان تيقول لك نحيد سي مع سي، كتقول له ودي علاش؟ يقول لك راه بحال بحال. هادي كتسالي بالسي وهادي كتسالي بالسي، واش يمكن لك تحيدها؟ ما يمكنلكش اولدي. اش واحد يقول لك ولا لا استاذ غنبدل البلايص نشونجي لي بلاص؟ واخا بدل البلايص، ما سمعت بدل بلايص. ها الثاني تكتب هو الاول، ها هو، والاول تكتب هو الثاني، ها هي. يا لا انت زيد، ايوا كاين علاقه شارل، هذه كتسالي بالسي وهذه كتبدا ما كايناش. اذا اول بيج بغينا نهضروا عليه الله يرضي عليكم، الحرف اللي كتسالي به الاولى كتبدا به الثانيه، متفقين؟ ولا العكس، الحرف اللي كتسالي به الثاني كتبدا به الاول، حيت ممكن تبدل البلايص. انا ندير لك مثال بحال دابا مثلا راه كاين اللي غتعطيه بحال هكا بي ا مثلا مثلا بلوس مثلا بي مثلا بي سي مثلا. عفوا لا هادي بغيت نقلبها سي بي سي بي سي بي، اعتذر سي بي. دابا راه كاين اللي هنا يقول لك ما كاينش علاقه شارل، تقول له علاش؟ غيقول لك استاذ حيت قلتي لي الحرف اللي كتسالي به الاول خاصها تبدا به الثانيه، هادي راه كتسالي ب ا ودي كتبدا بالسي. عنده الحق، ما كاينش علاقه شارل، ولكن ما دارش واحد البلان الفيريفيكاسيون. خاص عقلو الفيريفيكاسيون. شنو هي الفيريفيكاسيون؟ غادي تقلب البلايص عاد تهضر، قلب البلايص سي بي جيبها هي الاولى و بي ا جيبها هي الثانيه. او 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 بو 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 كاينه ولا ما كاينش علاقه شارل؟ دابا هي كاينه، غتحيد بي. صافي قول لي استاذ ما نقولش علاقه شارل ما كايناش حتى نبدل البلايص. هاك علاش استاذ ما درتيهاش هنا بحال دابا مثلا قبل ما بدلتي بلايص؟ ودابا ما بغيتش نزرب عليك في الاول، نقوي على قوه المعلومات. انت بدل البلايص، جيب ا سي هي الاولى و ا ام هي الثانيه، ما غتلقاهاش حيت تولي ا سي ا ام، ما غاديش تلقاها. صافي انت ما تزربش، ما تقولش ما كايناش، بدل البلايص عاد هضر. بحال دابا انا هادشي بي مع بي غتبقى ليا غتبقى ليا سي. دونك اول بياج هو هذا، الحرف اللي كتسالي به هو اللي كتبدا به الاخر. سالينا ما بين لي بياج اللي كيطراو فيهم الدراري هو ان مثلا كيكون هذه القضيه مثلا هذه كتسالي ببي وهذه كتبدا ببي، ولكن شنو المشكل؟ تيكون ناقص وتيجي فرحان تيحيد بي مع بي وتيقول لك اه سي، وكاع اللي مبدع كثر كيدير موه. هذا كله تخربيق في تخربيق. علاش؟ هنا ما كاينش علاقه شارل. علاش؟ الشرط الثاني باش تكون علاقه شارل خصك عندهم نفس الكوفيسيون، نفس الاشاره. وانا غنسهل عليك، خصهم يكونوا بوزيتيف باش ترتاحوا. حنا مع هذه القضيه ما تغلطش اولدي، خصهم يكونوا بوزيتيف. هذه راه بوزيتيف وهذه راه نيجاتيف، اذا ما كاينش علاقه شارل. خاص شنو نقول لك الشباب الله يرضي عليكم، خص يكون نفس الكوفيسيون. شنو هو الكوفيسيون؟ هو العدد. هذه شنو الكوفيسيون ديالها؟ شنو العدد ديالها؟ واحد. وهذه الكوفيسيون ديالها شنو هي؟ موانز. ما كاينش علاقه شارل. غتقول بلاتي خصني خليني نقلبها. هنا غنهضروا على النيفو الثاني، ملي تكون نيجاتيف تنقلبوها كنردوها بوزيتيف. درنا العام اللي فات اين فوا تشوف الفيكتور نيجاتيف اش غدير؟ قلبها كتردها بوزيتيف، ما تفكرش. اين فوا تشوفها نيجاتيف قلبها، هذه اول مرحله. عقل عليها، تشوف فيكتور نيجاتيف
قلبها. هاني قلبتها موان بي سي كتولي بلوس سي بي، الموان كاردو بلوس و لوريجين اكستريميتي كنقلبو بي سي تولي سي بي، ولكن الموان يولي بلوس. من بعد واش كاينه علاقه شر؟ غتقول لي كتسالي بالبي ودي كتبدا بالسي، وغتقول ولكن بلاتي بلاتي نقلب البلايص. يا ربي يا لا قلب البلايص، غنجيب هادي سي بي ونجيبو هادي هنايا، ما كايناش هادي ا بي ا لا علاقه. صافي، اذا الله يرضي عليك باش البي اتش الثاني تكون فهمتي خاص يكون عنده مسكوفين. وست شي مثال بحال دابا مثلا عندي دو ا بي مثلا بلس دو بي سي مثلا، هنا راه كاينه علاقه شر. ها انت هاد جوج اللي مبرسطا كنضرب عليها، انت انا نضرب عليها هانت، ياك هادي كتسالي بي وديك كتبي كاينه، ولكن مي درت انا جوج جوج زعما ما بقاش، لا راه كاينه حيت عندهم نفس الكوفيسيون جوج جوج، ولكن الا درت انا موان موان دو ما غتولي ما كاين، حيت ما بقاش عندهم سكوبيسيون. الكوفيسيون هو العدد، عندي جوج جوج كاينه، ثلاثه ثلاثه كاينه، واحد واحد كاين، موان زا موان زا كاينه، اربعه اربعه كاين، خاص يكون نفس الكوفيسيون. حنا نخدمو تمرين صافي باش ما نطولش عليكم الشباب، انا غادي عطيتكم بعض لي بياج، حنا ملي غنخدمو غادي تزيدو تشوفو لي بياج وغتفهمو الميثود الخدمه. اذا اول مرحله كندير دونك سامبليفي، كنطلع العمليه كامله، ولا بانت لي شي فيكتور نيجاتيف كنقلبها عقل، هذه اول مرحله. الموار دو بلوس نيجاتيف نقلبها اول مرحله. يلا جي نديروها اف او اش اف او اش، طب تحس السؤال هو سامبليفي بسيط، اف او اش اف قال لي وصل لك هنا نيجاتيف قلبها ما كايناش، سهلت المرحله الاولى. المرحله الثانيه سميتها الحساب ماشي علاقه شر. كيفاش الحساب؟ بحال دابا مثلا انا عندي اكس زائد ايكغيك زائد جوج اكس ناقص خمسه ايكغيك، شنو كندير انا هنايا؟ بحال اللي كنحسب كنجيب الاكس مع الاكس والايكغيك هو اللي غنديرو هنايا. هنا غادي نديرو نفس القضيه، غادي نشوفو هاد الفيكتور اف او واش كاين شي فيكتور سميتها اف او معاها نحسبوها، بحال تقول اكس زائد اكس جوج اكس، فهمتي البلان؟ اف او واش كاينه اف او ما كايناش، اش اف او اش واش بحال بحال؟ لا ما كايناش، اذا ما كاينش الحساب. فهمت فهمت، دابا كون كان مثلا عندي هنا بلس اف او كنت زعما غندير اف او زائد اف او هي جوج اف او نحسبها زعما، فهمتك؟ يعني المرحلة الثانية هي الحساب عقل، المرحلة الأولى نيجاتيف طرد بوزيتيف، المرحلة الثانية الكالكول تحسب الفيكتور مع الفيكتور، الفيكتور اللي كيتحسبو هما اللي بحال بحال الفيكتور أبي تحسب مع أبي، أبي زائد أبي جوج أبي بحال كتقول إكس زائد إكس، أسي زائد أسي جوج أسي، خمسة أبي ناقص ثلاثة أبي جوج أبي بحال اللي كتحسب الحروف عادي. إذا المرحلة الأولى ما كايناش أنيلي، المرحلة الثانية ما كايناش أنيلي، المرحلة الثالثة هي كدير علاقة شر، هي كدير علاقة شر. وباش كدير علاقة شر شنو خاصك؟ خاصك تنتبه الحرف باش كتسالي الأولى سير قلب عليه، هذيك اف او هذيك كتبدا جيب حدا كتجيب لي كوبل لي كوبل، وهذيك اش اف خليها في الرجوع عقل كتجيب لي كوبل، هذيك كتسالي بأو قلبنا على الكوبل ديالها ياد كتبدا بأو ابخي شي او مع او الشباب شنو غتبقى لينا؟ غتبقى ليا اف اش صافي، واف اش زائد اش اف هنا خوتي الله يرضي عليكم غتمشي ليا اش مع اش، وهنا نعاود نذكركم غتبقى ليا اف اف اللي كتسمى فيكتور نيو اللي دائما كتساوي الصفر. سالينا نمشيو للثانيه. اذا قال لي استاذ اول مرحله شنو هي؟ نيجاتيف ردو بوزيتيف، ما تقول لي لا علاقه شر لا حتى حاجه، نيجاتيف ردو بوزيتيف، موان 3 اسي موان 3 تولي بلس 3 واسي غتولي سي ا صافي دوز، وهاد بي سي ما دوش معاه. المرحله الاولى كنحيدو الموان، المرحله الثانيه كنشوف واش كاين شي حاجه ما تحسب. دابا هادي فيكتور ا بي واش ممكن تحسب مع سي ا؟ بحال اللي كتقول لي غنحسبها بحال جوج اكس تحسب مع ايكغيك ما لها علاقه، واش ساعه محسبه بي سي؟ لا. اذا المرحله الثانيه انيولي، نمشيو للمرحله الثالثه هي غولاسيون دو شهر. يلا سير على بركه الله. دونك هذه كتبدا هذه سميتها جوج ا بي وسميتها هذه كتسالي ببي وهذه كتبدا ببي، غنجيب وحده بعضياتهم. ولكن شنو قلتي لي استاذ قبيله؟ قلتي لي بانه باش ندير علاقه شال خاص يكون نفس الكوفيسيون، عندك تقولب هذه كتسالي ببي عندك تقول لي نحيد بي مع بي، الا هذه الكوفيسيون ديالها جوج هذه الكوفيسيون ديالها واحد، ما يمكنلكش دير علاقه شال حاليا، ولكن كاين عندك واحد الحل، عندك واحد الحل شنو هو؟ غنديرو التفكيك بحال اللي كتقول جوج اكس، منين جوج اكس؟ هي اكس زائد اكس معناتها جوج ا بي هي ا بي زائد ا بي، باينه باينه جوج اكس هي اكس زائد اكس جوج ا بي ا بي زائد ا بي، ومن بعد غنجيب حدا هذيك بي سي فوالا، وثلاثة سي ا ما ندويش معاها خليها في لوش. علاش درتي هذه القضية؟ درت هذه القضية باش تولي هنا علاقة شر، هي غتمشي بي مع بي، دونك شنو غتبقى ليا؟ غتبقى ليا ا بي معلم بلوس شنو؟ بلوس ا سي معلم بلوس شنو؟ بلوس 3 سي ا معلم كمل ها انت غادي مزيان. هنا لاحظ بان هاد ا سي مع 3 سي ا
يمكن لي ندير واحد الحركة أبي ما ندويش معاها، شو الحركة اللي غادي ندير؟ سواء نقلب هادي سواء نقلب هادي، ما كاينش علاقة شال ديجا، سواء نقلب هادي سواء نقلب هادي باش نحسب. بحال اللي كتقول مثلا عندي هنا إكس وهنا عندي إكس إكريك، تيبان لك بحال يمكن لك تحسب، ولكن خصك دير شي لعبة. عرفت شنو اللعبة اللي ندير؟ نقلبو هادي ها ثلاثة صيئة، نقلبها نقلبها شنو غنولي ردها ناقص ثلاثة أصي، حيت تروا تروا صيئة بلوس تروا رديتها موان تروا و سي ار ديتا اسي. ابري غادي نحسب ا بي ما ندويش معاها 3 3 اسي موان 3 اسي هي موان 2 اسي موان 2 اسي موان 2 اسي. بحال اللي كتقول ايغريك موان 3 ايغريك هي موان 2 ايغريك. صافي دابا ما بقى لي ما يدا اكيد ساليت. شي واحد يقول السؤال كيفاش في الاول كانت نيجاتيف، قلت له خصنا نقلبوا اردو بوزيتيف ومن بعد عاود درتيها نيجاتيف، علاش انا قلبتها في الاول؟ تنقول يا ربي لقى علاقة شهر، مني ما لقيتهاش وصلت للسطر الاخر خاصني نشوف ما يمكن لي نكالكولي، خاصني نكالكولي حيت ما عنديش علاقة شهر دونك خاصني نشوف الحساب. فهمت شكون ما كانش عندي الحساب وصافي ساليت. صافي دونك انت كتمشي على حساب العملية. نمشيو اخوتي لهادي، اذا الاستاذ قال لي اول حاجة نيجاتيف كنردو بوزيتيف، اذا هادشي ما نهضرش معاه. ها هي موان 3 او اش غنردها بلوس 3 اش او. صافي يا شباب مزيان. نمشيو دابا الله يرضى عليكم نشوفوا الحروف كذا اللعيبات. اذا هذه كتسالي باش وهذه كتبدا باش مزيانه، ولكن هذه راه جوج وهذه راه ثلاثه. شوف شنو غندير واحد اللعيبه زوينه، هاد جوج او اش غنخليها، هاد ثلاثه اش او غنردها جوج اش او جوج اش او ياك زائد اش او. سهله بحال اللي كتقول 3 ايغريك جوج ايغريك زائد ايغريك فكيتها. ولكن شي واحد يقول علاش بالضبط درتي جوج باش تولي علاقه شهر. ها انت او اش اش او هنا الا بغيتي تفاكتوريزي بجوج وعاد تبقى لك او اش زائد اش او مزيانه. ها انت وهذه هي صفر حيت اش مع اش هي او 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 هي صفر، صفر بجوج هي صفر سالات. صافي بغيتي تحيد من هنا اش واش تبقى صفر، فهمتيني شان صافي راه مزيانه. يلا نكملوا، اذا نزيد نكمل هاد نهبط هادي اف اش ما نساوهاش زائد. دونك شنو درت انا باش ما تدخلوش معايا جوج او اش كتبتها، وهذه 3 3 اش او فكيتها هي جوج اش او زائد اش او وهاد اف اش هبطتها. صافي اذا هنا هادو مشاو، اذا شنو تبقى لي؟ تبقى لي هاد اش او زائد اف اش اف اش. عندك تقول ما كايناش علاقه شال، قلت لك قبيله بدل البلايص اف اش جيبها الاولى راه باينه باينه بان هذه كتبدا باش وهذه كتسالي باش، دونك بدل البلايص باش ما تدوخش. غتمشي اش مع اش اخوتي غتبقى لي اف او. صافي بسيط جدا، وبحكم هذيك العمليه الاخيره كتبان لي شويه طويله نمسح السبوره كامله باش ناخذ راحتنا. اذا على بركه الله هذه نيجاتيف خصني نقلبها، هذه نيجاتيف خصني نقلبها. دونك 3 اش او نعاود نكتب هذا الشيء بلس اف اش موان 2 اش جي هي بلس 2 2 جي اش. دونك شباب موان 2 رديتها بلس 2 اش جي رديتها جي اش موان 4 اف او هي بلس 4 او اف. صافي وعاد بلوس 2 اف جي انا نخليكم باش تركزوا. شوف دونك موان 4 اف او رديتها بلوس 4 او اف دونك بدلت عادي. صافي يا يعني على بركه الله. اذا تيبان ليا شنو تيبان ليا شنو تيبان ليا، دونك هذه كتسالي او مزيان وهذه كتبدا او راحتي. دونك كاين واحد الكوبل هنايا سي بون، هذه كيبان ليا بعدا غادي نصفها هي الاولى. كاينه واحد القضيه بانت ليا من البعيد هو ان هذا هذا وهذا دغيا غيسالي واش نجيبو. ماشي جوج جي اش غنجيب حداها جوج اف جي، ولكن غادي نبدل البلايص باش تبان لكم دغيا. غنكتب جوج اف جي هي الاولى حيت هذه كتسالي بالجي وهذه كتبدا بالجي، يعني ان هادو شنو غيمشي عاد تمشي الجي مع الجي كاين ولا ما كايناش. نمشيو هذوك اللي بالحمر، عندي 3 اش او اللي سطرت عليهم بالاحمر زائد 4 او اف. انا نكتبهم دابا ما ندير لهم والو خليهم، وعاد اف اش نخليها في الورجو هذيك ولا بعدين مني صبري. يلا سير هنا الى فاكتوريزيتي بجوج راه ممكن تفاكتوريزي بجوج بحال هكا الا بغيتي تقلها، غتبقى لك اف جي زائد جي اش. ها هي مشي معاك دقدقة هنا الشباب، عندي 3 ديال اش او راه كانت هذه كتسالي بأو هذه كتبدا بأو، يعني راه كاينه علاقة شال، غير هذه فيها 4 غنطير منها وحدة، هذه غنطير منها وحدة، معناتها غادي ندير 3 اش او هذه غنفكها غنردها 3 او اف وغتبقى لي شيطة واحد او اف. علاش شنو درت دابا ببساطه 4 4 او اف فكيتها هي 3 ديال او اف زائد او اف، وعاد نجيب ديك اف اش اللي بقات لي هنايا بوحدها ما تدوخش. غتمشي الجي مع الجي شنو تبقى لي هنا؟ تبقى لي جوج اف اش. ها هي
صافي وهنايا عندي علاقه شار غتمشي ليا الاو مع الاو غتبقى ليا 3 اش اف 3 اش اف. ها هي مشات ليا الاو مع الاو بقات ليا 3 اش اف وعاد نزيد ديك او اف اللي بقات ليا ليه مع هاد اف اش فوالا اف اش عفوا صافي هنا كيبان كاين علاقه شار صافي فوالا اذا نديرها بعدا باش ما نقولش ما نديرش شي حاجه الا بانت لي شي حاجه فيها ما يتقدر نقضيها صافي دونك 3 اش اف مشات ليا اف مع اف هنا دونك شنو بقات ليا بقات ليا او اش او اش انا كنشوف واش باقي شي حاجه ما يدار هنا تيبان من بعد الشباب هنا عندي اف اش وهنا عندي اش اف يعني هنا ما كاينش علاقه شال بحكم هذه جوج ثلاثه ديريكت ما بينش ولكن كاين الحساب هنا اف اش اف اش وهنا اش اف غنقلب وحده نقلب هذه ندير دام موان دو اش اف موان دو اش اف بلس 3 اش اف بحال باش تولي نفس ليليمون اش اف اش اف باش يمكن لي نحسبها صافي اذا 3 اش اف موان دو اش اف هي اش اف هي اش اف صافي و اش اف زائد او اش غتبقى لي اش اف زائد او اش وما تقولش اولدي راك ساليتي لان عاوتاني الا بدلتي البلايص او اش زائد اش اف عاوتاني غتمشي لك اش مع اش غتبقى لك او اف الله يرضي عليك هنا ما تزربش جيب او اش هي الاولى وعاد اش اف هي الثانيه وغتمشي اش مع اش تبقى لك او اف ماشي اف او صافي الشباب اذا الحصه شويه طويله ولكن راه مهمه بزاف ما تنساوش تعطي رقم واحد بغيب بعد بسم الله غتلقاو الواتساب تحت فوق رقم 9 وتدخلوا مجموعه الواتساب هادشي ما كافيش باش تزيدوا تخدموا عندكم شي حصص في الاسبوع مع الاستاذ تاخذوا لي سيرفيس لي بي دي اف طروس ديالكم التواصل تكون طيله الاسبوع باستثناء يوم الاحد تستافدوا خاص بريباراسيون الامتحانات ديالكم امتحان الجاوع الابواب برنامج مشاكل رقم واحد بغيب اكثر من هذا كاينه مسابقه اللي كاسمو جي فيك انك تدخل تتنافس مع التلاميذ ديال المغرب انت الطوب دي سير تخدم المات سمعنا الديسير صافي راسك السلام عليكم.